هناك فساد يستشري منذ سنوات في الاتحاد الأفريقي، يعني سواء على مستوى التحكيم أو حتى على مستوى تنظيم البطولات أو حتى على مستوى الأفراد. أعتقد أن الآن الغلبة الآن للذي يمتلك أفرادا أكثر داخل الاتحاد. لو بصينا على الاتحاد السنغالي هتلاقي عندك فاطمة سمورة موجودة ونائب رئيس الاتحاد أيضا سنغالي. شفنا إعادة لمباراة، لو تتذكر هناك إعادة لبعض المباريات ومن بعض المباريات لك وعاد. شفنا وقعة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال في 2017 تم إعادة المباراة. هذا يوضح لك أن هناك سياسة الكيل بمكيال أو بمدى تأثيرك أو بمدى قوة ما لديك من أشخاص، وهذا هذا هذا الشيء ليس موجودا في الاتحادات الأخرى كالاتحاد الأوروبي. هناك نظام العدالة الكروية ما بين الدول. لا، إذا كنت تمتلك أفراد أكثر يكون لك تأثيرا أكثر، هذا شيء سيء جدا. سأتحدث لك عن بعض الوقائع بالنسبة للتحكيم. يعني لي صديق سوري وهو حكم دولي سابق، يعني قص علي قصة غريبة يعني حدثت له منذ أكثر من 10 سنوات في قارة إفريقيا. يعني عندما كان ذاهبا ليحكم إحدى المباريات لإحدى الدول الإفريقية، وكانت مباراة فاصلة من أجل الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية، قام الحاكم هذا البلد بإرسال شخص من أجل التفاوض معه، من أجل يعني من أجل تفويت المباراة لصالح هذه الدولة. شيء كان يتحدث معي باستغراب، يعني ماذا يحدث في إفريقيا؟ قال لي أن هذا الشيء لا يحدث في العالم مطلقا، يعني أن رئيس دولة، وكان مقبل هذا الرئيس على انتخابات يعني، وبالتالي كانت مكافأة بالنسبة للشعب وصعود هذا البلد.